بداية فقراتنا سلمى دائما بنحاول نبدع بشباب سوري كتير مميزين. هدول الشباب يلي يمكن تحدوا سلمى كل الظروف مثل ما بنعرف ما في شيء صعب بالنسبة لهم. اليوم الشاب اللي حيكون ضيفنا قديش مميز سلمى؟ صحيحة فرح وعنده مبادرات كتير وبعمر صغير. أكيد سلمى رح نحكي بالتفصيل مع ضيفنا المميز يلي طبعاً انطلق بإنتاج العديد من الأعمال التربوية وكان له تجربة ناجحة بالمبادرات الإنسانية كمان من مبادرة شباب المحبة، حاصل كمان على لقب أصغر مؤسس لمبادرة في سوريا وبيغني أكيد للطفولة. لنحكي أكثر عن النشاطات الإنسانية والتربوية الهادفة طبعاً اللي حققت نجاح كتير كبير، خاصة العمل الغنائي الأخير اللي رح نحكي عنه بالتفصيل من قبل ضيفنا حيدر يونس. صباح الخير حيدر، كيفك اليوم؟ صباحكم وصباح المشاهدين جميعا. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك حيدر واهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه نتعرف اكثر عنك وهيك نعرف الناس والمشاهدين اللي ممكن يكونوا اول مره عم بيتابعوك على شاشتنا. صحيح، اول شيء صباح الخير لكم، صباح جديد هيك مليء بالطاقه الايجابيه وبال يعني الشام الحلوه اللي انا طبعا اليوم وصلت من اللاذقيه ودائما ما فينا نوصل على الشام الا طاقه الحب والايجابيه تكون مرافقتنا. بصراحة هلا أنا يمكن عرفت عن حالي سابقا ورح أرجع أقول أنا شاب سوري اختار يعني الأمل والعمل بدال التذمر من الواقع الحالي اللي عم نعيشه. أدي عمرك حيدر؟ سألتني المدام لي قلت لها بيروح بركته ما رح أحكي. لا لا بتزيد العمر كله يعني. فاخترت يعني إني أشتغل وإني ما أوقف متفرج على اللي عم يصير ببلدي، بالعكس إني أنا بادر حتى أكون إيجابي وحتى يعني قدم وفق إمكانياتي شيء حلو يعني يكون نوعا ما بسمي على وجوه الناس المتعبة يعني. هلا اكيد سلمى بهي الطاقه الحلوه حتترك بسمه كمان كثير مميزه. حيدر بدنا نتعرف على عمل حيدر، كيف قدرت مثل ما بنقول نتحدى الظروف؟ شو الهدف والدافع اللي خلاك اليوم توصل للي انت فيه وحتى انك تكون ضيفنا اليوم؟ تماما. هلا بصراحه انا يعني حدا بحب التجدد، فدائما افكاري حتى لو كانت جديده وجميله فهي الافكار الى مرحله، فحكما لما بتخلص هاي المرحلة أفكارك بتعود بحاجة تجديد وبحاجة انطلاقة جديدة. أنا لما ساويت مبادرة شباب المحبة ونزل يعني اسمي بالكتب المدرسية أنه كأصغر مؤسس مبادرة مجتمعية بسوريا كانت مرحلة يعني كانت رسالة بأثناء هيدا الظرف الراهن اللي عم نعيشه. فبالتأكيد هيدي المبادرة كانت جميلة، عملت على مدار سنوات على محاور عديدة كانت حلوة، لكن وصلنا لوقت صرنا بحاجة لتجديد فيه، فخلصنا من الجانب الخيري والجوانب الإنسانية اللي كنا نشتغل عليها، طبعاً لساتنا محافظين عليها، لكن حبينا نطلع بجانب جديد اللي هو الجانب التنموي. فأطلقت مشروع اسمه مشروع الأغاني التنموية الهادفة للأطفال تربوياً. هاي الأغاني يعني فيني أقول لك هي عبارة عن مشروع جميل ولطيف وبنفس الوقت مهضوم، بيخلي هدول الأطفال يتعلموا قيم بتهمنا، بتهمني وبتهمك وأي حدا بيزعل اليوم لما ابنه بيغني أغاني هابطة أو مستواها هابط، وشفنا الفيديوهات اللي انتشرت مؤخرا لأطفال عم يغنوا أغاني هابطة. فهي الأغاني هي بوصلة للطفل حتى ما ينحرف للأغاني اللي ممكن تساهم بخرق القيم المجتمعية اللي نحن كمجتمع منزعل لما بنخرقها أو يعني ما بنحافظ عليها. أكيد يعني طبعاً كثير من الأعمال عم تشتغل عليها مو بس الجانب الخيري والإنساني وأيضاً جانب فني بهذا الأغاني التنموية. خلينا إذا فينا ننتقل لغنية من الأغاني اللي بلشت أكيد عم تشتغل عليها ونسمع، وخصوصاً نحن اليوم عم نقول يعني في عنا كتير محطات مهمة من حياتك بهذا العمر الصغير. بدنا نرجع نذكر 22 سنة وعامل كل هذا الشيء فهذا فعلاً إنجاز. حنسمع معك ونشوف مع المشاهدين مقطع من هاي الأغاني ونرجع لنكمل حديثنا. حطم سيفك واحمل معولك واتبعني لنزرع المحبة والسلام في كبد الأرض. Thank you.
جالك السمرة عم تحمل حدودي يا أرض جدودي يا سر وجودي جالك السمرة عم تحمل حدودي من قمحك يا بلادي رح أعمل زوادي قبل الطير الشادي رح غني غني هبوا يا ولادي هبوا تنزرع سوريا الأمل نمشي بدربو بالعمل نضويا هبوا يا ولادي هبوا تنزرع سوريا الأمل نمشي بدربو بالعمل نضويا هيدي ميراث جدادي بالقلب رح خليها يا بلادي رح انسج سجادي احملها عكتافي وقدمها هدي يلا يا ولادي يلا تنزرع سوريا حيدر يعطيك العافية على هالغنية الحلوة إن كان من المناظر الطبيعية اللي كتير حلوة الموجودة بسوريا وشفناها للصوت الحلو والكلمات خلينا نحكي عن هاي الغنية بالتفصيل شو الفكرة الأساسية حيدر يلي حبيت توصلنا إياها وقدي أخذت منك وقت وجهد مين ساعدك فيها تماما هاي الأغنية اسمها يا أرض جدودي عملناها بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالتشبيك مع وزارة التربية هاي الأغنية إلى خصوصية كتير جميلة عندي لأنه تصورت بأحداث يعني كتير صعبة بمدينة إنخل بمحافظة درعا وسط أحداث أمنية كانت متوترة بأثناءها فكان دخولنا لهي المدينة وتصويرنا اللي ما بيبعد يعني 20 متر عن المسلحين كان نوع من التحدي وكتير بفرح بهذا الإنجاز يعني لأنه بصراحة انبسطت لما كنا موجودين بالتصوير وضربت عيني بعين المسلح اللي ما بيبعد عني 20-30 متر فانبسطت لما شاف بعيوني كشاب بمقتبل العمر نوع من الأمل شاف رسالة أنه أنا عم قلك أنه أنا هون عم أنشر محبة أنه نحن السوريين هذا اللي بدنا إياه هذا اللي نحن محافظين عليه مو فكرك وظلاميتك وسوادك يعني الحقد الأسود هو اللي بيمشي معنا بالعكس المحبة الطفولة براءة الطفولة يعني حسيت بهيدي النظرة تبادلنا أحاديث غريبة خليني أقول لك حديث السوري للإرهابي اللي دمر بلده فكتير انبسطت بهي الأغنية لأنها كانت يعني فعلا تحدي وإضافة أنه هي لا حتى أحكي بقى عن مضمون الأغنية بتحكي عن القطن عن القمح خيرات عن هيدي الخيرات البلد عن أرض الأجداد عن ضرورة تمسك الطفل بأرضه الأصالة ففيها قيم كتير جميلة حاولنا يعني نجمع هي كلماتك لا هي كلمات الأستاذ باسم شرماك وألحان الأستاذ سهاد حديفة ويعني وراء هاي الأغنية فريق عمل جميل جداً فالفريق نفسه غير أنه مؤمن بالأغاني اللي عم نساويها خاطروا كمان بحالهم سافروا معي على درعا لما صورنا العمل فهيدي حكاية يا أرض جدودي شو حلوة الحكاية وشو حلوة التفاصيل وقدي في هيك أمل وطاقة عند حيدر هو عم يحكي باين هذا الشيء بلغة الجسد اللي عندك حيدر خلينا نحكي كمان أغاني الأطفال إلى خصوصية معينة ويمكن هي تعتبر من أصعب الأنواع أنك أنت تقدر صحيح. تجذب الطفل ما تملله خصوصا نحن هلا بعصر السوشيال ميديا مو أي شيء صار بيعجب الأطفال وبيلفت نظرهم فنحكي شوي عن هاي التفاصيل هلا انك تساوي شيء لطفل
وتكسبي محبته، هذا شيء ما بيجي لا بالسهولة ولا بال يعني يعني بيجي بالشيء السهل الممتنع تماما. يعني بدك تكوني قمة في الصدق، في الشفافية، بالمحبة، لأنه الطفل هو أصدق مخلوق أنت عم تتعاملي معه، وهي علاقة كتير نظيفة. يعني علاقة خالية من أنا بعتبر دائما العلاقات الخالية من المال هي علاقات نظيفة، والطفل ما له مصلحة لا مادية ولا شيء تاني معك، وبالتالي يعني في صدق بالتعامل. فهذا الطفل حكما حيلمس، شاف منك محبة حيبادلك محبة، ارتاح لك، ارتاح لوشك، كان عند يعني كان فيكي قبول لإله، فحكما حيقبلك فورا. ففيني اقول لك شيء هو ميزني انه انه الاطفال تقبلوا حيدر. ثاني شيء اني المشروع اللي ساويته كان مشروع يعني لطيف، الاغاني اللي سويناها، الالحان، يعني دائما بعتمد بالالحان والملحنين اللي بتواصل معهم انه نعمل الحان تكون قريبة، يعني يقدر الطفل يغنيها، مو تكون ألحان غريبة عليه أو جديدة، بالعكس بنعتمد اللحن البسيط، الكلمة الحلوة، الرتم المعين، القافية اللي تكون جميلة، حتى الصور المريحة للعين. تماماً، الصور بعتمد دائماً أني طلع الأطفال معي. يعني الأغنية الطفل اليوم مو معقول أنا إجي أعمل أغنية لأطفال وطلع لحالي عم غنيها وطلع معي شباب كبار بالعمر، أبداً. أنا اليوم عم اشرك هذا الطفل بالاعمال اللي عم قدمها. مثلا عملت عمل عن يا ارض جدودي اللي هلا شفناه، جبنا مثلا فرقه فلكلوريه من نفسهم الاطفال، فقديش رح ينبسطوا هدول الاطفال بعد 20 سنه لما يكبروا ويصير عندهم عيال، لما يفرجوا الاغنيه لاطفالهم ويقولوا لهم انه هي ارض الاجداد اللي نحن كنا نغني لها ايام زمان. فدائما في قيم وفي رسائل خلف هي الاعمال الغنائيه. كتير حلو، بس دائما احنا بنسأل حالنا حيدر انه كتير من الاشخاص يمكن عندهم افكار كتير حلوة بس ما بيعرفوا الخطوة الاولى كيف يعملوها. حيدر، مين مسك بايدك بهي الخطوة الاولى، وكيف خطر لك انه نحنا نتوجه للاطفال، انه نحنا حتى نعمل كليب غنائي اللي اليوم ما انه سهل بهذا الوضع وبهي الظروف نحنا ننتج شيء يمكن بهذا المستوى من حيث التصوير، يمكن الفكرة، كل هي التفاصيل. هلا بصراحة قلتها بالبداية ورح ارجع عيدها، هي تكاتف فريق عمل رائع خلف هي الاعمال. يعني لابد اليوم، كونك سألتيني عن الشخص اللي مسك ايدي بهذا الطريق والمشوار، لابد اني اوجه شكر لشخص يمكن له كثير دور كبير بتوجيه حيدر للمسار الصحيح، باعطائه الافكار الغنية دائما، الاستاذ باسم شرمك، هو موجه تربوي قدير بتربية الأولاد. أكيد بنوجه له كل التحية. فأكيد هو نفسه اللي بيكتب لنا الكلمات والسيناريو والأعمال اللي منساويها. فهو الشخص اللي فعلاً وضعنا سوية الرؤية الجميلة لهيدا المشروع، ووضعنا النواة الحقيقية والأبعاد العميقة لهذا المشروع اللي بدأنا فيه، اللي هو الأغاني التربوية للأطفال. إضافة طبعاً ما فيني أتجاهل الدعم الحكومي. لأحكي بصراحة، لما فتت عند سيد وزير التربية أول مرة كان عمري يمكن 16 سنة، فلو ما استقبلني الاستقبال اللي خلاني اتشجع اعمل اعمال يعني جديده، اكيد ما كنت استمريت، كنت احبطت كطفل فايت عند يعني وزير. وهيك يعني تعامل الحكومي تعامل مريح جدا معنا، في تشجيع من السيد وزير التربية، في تشجيع من مدراء التربية بالمحافظات، من حتى الإعلام اللي كان كتير متعاون معنا. طبعا أنا كنت ضيف الإخبارية أكثر من مرة، فكمان أنتوا بتعرفوا قديش الاستضافة وقديش تسليط الضوء بيعطي دفع كتير قوي، تأثير ودور وحافز أكيد. تماما، فهو نافذتنا يعني للناس. فهذا الدعم وهذا التكاتف من الوزراء من المدراء، خليني أحكي هالمرة عن دور إيجابي مو دائما سلبي ونقد وكذا، فهذا يعني التكاتف كان فعلا هو أكبر حافز أنه لا، في بذرة خير، خلينا نستمر. أكيد تماماً. كمان خلينا نحكي، خبرني عن حلمك، العمل الأخير اللي اشتغلت عليه واللي كان له صدى كتير كبير، وبنفس الوقت حيدر كمان خبرنا عن حلمك. يعني مثل ما بيقولوا أحياناً الناس بتختار أعمال بتعبر عن اللي جواتها وعن الرسالة اللي حابة تقدمها.
هلا اول شيء قبل ما خبرك عن خبرني عن حلمك الاغنيه لخبرك عن حلمي، اذا بقول لك بصراحه حلمي اني اوصل ليوم كحيدر، يعني كشخص قول انه هاد حيدر اللي وصل خليني اقول لك على طبق من تعب مو على طبق من ذهب. وحلمي اني اوصل لليوم اللي انا فعلا استلذ فيه بالنجاح اللي حصلت عليه بتعبي، مو يعني باشياء سريعه ما بتشعري فيها بلذه النجاح وبلذه الوصول لهذا النجاح. اما لخبرك عن خبرني عن حلمك، هو عمل من ارقى ما ساويت خلال مسيرتي الحياتيه اللي هي 8 سنوات عمل يعني ضمن هذا المجال. خبرني عن حلمك هو عمل خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، فحكى عنهم بطريقة مختلفة، أظهر ذوي الاحتياجات على هني إنهم أشخاص قادرين فاعلين منتجين مانن اتكاليين، بنفس الوقت تناول المتنمرين على ذوي الاحتياجات الخاصة. شو مهمة هالفكرة تماما فعلا. يعني حتى كلماته بتقول خبرني عن حلمك ومشيني بدربك، أنا قادر مثلك أعمل يلي بدي. طب خلينا نسمع مقطع يلا منا نسمع. يلا فيك تمثلني بالمحبة تكملني، انت فيك تمثلني بالمحبة تكملني، بالإرادة بكملك بعلمك وتعلمني، آدم بي وبيك خلينا نعلبنا خلينا نعلبنا. نجتاز القمم نشبك ايدينا ببعض، نحن اصحاب الهمم تحدي بيهز الارض. فينا نجتاز القمم نشبك ايدينا ببعض، نحن اصحاب الهمم تحدي بيهز. يمكن حيدر هي مثل ما عرفنا منك هي الغنية الجديدة كتير معاني حلوة وكتير رسالة إنسانية رائعة. خلينا نقول حيدر، شو إحساسك لما بتشوف إنتاج أو النتيجة العمل والجهد الفكرة الحلوة يلي عم نشوفها اليوم؟ برجع بقلك بحس بلذة هذا التعب، يعني نجاح هذا التعب اللي أتى
فعلا على طبق من تعب. يعني اليوم مثلا عم نشوف هلأ خبرني عن حلمك، الناس ممكن تشوف هذا العمل لمدة 3 دقائق، لكن خلف هاي الثلاث دقائق خليني أقول لك شهور من التحضير، من الكلمات، من اللحن، من الاستديو، من التصوير، من الاختيار الأشخاص اللي رح يكونوا معك ضمن هذا العمل. فتاخد تعب يعني على مدار طويل، لكن آخر شيء الناس بتشوف هاي الثلاث دقائق مثلا هيك عبارة عن شيء لطيف صغير، ممكن كتار ما بيدركوا أنه خلف هاي الدقائق تعب كتير كبير لحتى تطلع الصورة اليوم مثل ما شايفين. أكيد. ويمكن كمان شفنا معك بالأغنية صبية من متلازمة الحب، متلازمة داون، صحيح. وصبية أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نحكي تأثير هيك عمل أيضا قديه، يمكن هن كانوا مبسوطين لما شاركوا بهيك؟ كتير. أنا يعني سعادتي كانت لا توصف بكذا الشغلة صارت وراء بعضها. أول شيء أنه أحد الراقصات مع فرقة ريمال نورما، فنورما هي من متلازمة الحب، متلازمة داون، يعني كانت سعادتها لا توصف، وعم تاخذني بالكواليس انه شوف لي هاي الرقصه حلوه هيك كذا، هي مبينه وهي عم ترقص قديش فرحانه، ايه، وعم تقول لي حلو فستاني كذا، انا انه لك انا احلى منه، تقول لي انه لك ما احلاني. فهيدي الفرحه كانت جدا يعني جميله، حسيتها لبت طموحي قبل ما تطلع حتى الاغنيه. بنجي على شاره الاغنيه، يمكن ما شفناها، بنختتم شاره العمل بطفل كفيف اسمه احمد سيد درويش. هو طفل كفيف لكن بالفطرة بيعزف على العود وبيغني، عنده صوت جميل جدا. فهذا أحمد كمان يعني كان أحد أحلامه أنه الناس تشوف إرادته، أنه رغم يعني وضعه بيعزف، رغم وضعه بيغني وحابب يطلع يوصل موهبته للناس. وكمان كان عنده حلم أنه يحمل عود احترافي، هو العود اللي معه عود تدريبي. فساعدنا بالتعاون مع السيد وزير التربية بأنه نأمن له عود احترافي. فأنا لابد أني أحكي لكم هاي القصة لو باختصار سريع. قبل ما أطلع على تكريم السيد وزير التربية شفت طفلة اسمها شمس، فهي الطفلة شمس هي طفلة أبوها مستشهد، فحلمها تحمل عود تدريبي، مو عود احترافي، عود تدريبي. فلما اللي طلعنا عندك على تكريم السيد الوزير قلت له لأحمد، قلت له بدك توعدني إذا عطيناك العود الاحترافي العود التدريبي بدنا نعطيه لشمس. قام راح قال لي أستاذ خده بدون ما يعطيني العود الاحترافي، تخيلي بذرة العطاء اللي عندهم مانا طبيعية. فالسيد الوزير فورا استجاب لطلب أحمد وعطى العود الاحترافي، وبالتالي فورا حكيت مع والدة شمس وقلت لها العود التدريبي معي، وكان هالشي فرحة مو طبيعية لطفلة بتحلم تمسك عود تدريبي لكن ممكن الحالة المادية ما تساعدها. أكيد أكيد. وبالتالي انبسطت أني يعني بمشيئة رب العالمين قدرت لبي أحلام طفلين. العود التدريبي اللي هو ما عاد أحمد بحاجته، حلم لغيره. فقديش هاي الحالة جميلة ورائعة، وقديش في منا كتير نماذج بالمجتمع. وقديم نتمنى كمان يكون في منك كتير يا حيدر، يعني اليوم قديش صباحنا حلو مميز بهذا الكلام اللطيف وهذا العمل يلي شفناه المميز بالغني تاني اللي شفناه هون. نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق، ومشكور انك كنت ضيفنا لليوم. لكل شخص ساهم بإنجاز هي الأعمال بدنا نوجه له كل التحية فردا فردا، للأطفال يلي كان لهم هي اللمسة الحلوة والشفافية اللي شفناها كمان، نوجه لهم كل التحية ونتمنى أكيد نستضيفك بحلقة جاية. يخلي لياك، شكرا لكم وإن شاء الله صباحكم حلو. وهيك دائما رسالتي لكل الشباب أنه رغم كل الصعوبات نحن قادرين. أكيد. وكلنا أمل أنه الجاي أحلى إن شاء الله. أكيد كلنا أمل، وصباح الأمل كان معك. خلص وقتنا ياكي. بفقرتنا معك اليوم، بس كنا متمنين بس نحكي أكثر، كنا سعيدين فيك. شكرا لك حيدر.